السلام عليكم متتبعي الأعزاء، مرحبا بكم أو مرحبا بكم مجددا في القناة ديالي. اليوم غادي نقدم لكم وصفة سهلة جدا واللي فيها مكونات غريبة شوية، ولكن في نفس الوقت كتجي لذيذة لذيذة بزاف. فبلا ما نطول عليكم بزاف ندوزو مباشرة للوصفة. أول حاجة غادي نجيبو مقلة اللي تكون عندنا كتدخل الفران وتكون تقيلة شوية، غادي نديرو فيها زيت العود ونسخنوها مزيان على درجة حرارة عالية. من بعد بالنسبة للدجاج ديالنا راه بطبيعة الحال مغسول ومنقي ومقطع، هذه نصف دجاجة. غادي ندير عليها الفلفل الأسود والملح، وغادي نقليها في هذاك الزيت من اللي تحمل لي المقلة ديالي. بالنسبة للتوابل فغتلاحظوا معايا بأن هذه الوصفة فيها فقط الفلفل الأسود وفيها إكليل جبل أو أزير كما كنقولوا في المغرب، ولكن صدقوني راه واخا ما فيهاش توابل كثيره ولكن راه المذاق كيجي رائع جدا، غير صدقوني وجربوها ما غاديش تندموا. هانتوما كما تلاحظوا راه الزيت اللي في المقله ديالي راه حمى مزيان. غادي ندير فيه الدجاج ديالي على الجهه اللي تكون فيها الجلده هي الاولى، باش غادي نحمرها هي الاولى. غادي نخلي كل جهه غتحمر 5 دقائق اللي نحركها، لان الا غادي تحركيها من قبل ما تفوت عليها 5 دقائق غادي تلقايها لاصقه مازال. فمن الاحسن خليها حتى تحمر مزيان، وهي من راسها غادي تحيد الجلده، غادي تقلع من المقلب راسها. هنايا الطبق ديالي غادي نرافقه بالكينوا. غادي ندير كاس ديال الكينوا مع كاس ديال الماء، وغادي نخليها على نار مهيله حتى كتشرب داك الماء ديالها مزيان، ما يبقاش فيها حتى قطره ديال الماء، وكطيب. هاد حبوب الكينوا الا قدرتو تجيبوهم متوفرين عندكم راهم غنيين بالبروتين، راه زعما فيها نسبه البروتين عاليه جدا. وانا كنتسنى الدجاج ديالي يتحمر والكينوا طيب، غادي نسخن الفران على درجه 450 فهرنهايت. غادي نكتب لكم شحال بالسيليسيوس. الدجاج ديالي هو راه تحمر من الجهه الاولى، غادي نقلبو دابا على الجهه الثانيه ونخليه يتحمر 5 دقائق اخرى. من بعد ما تحمر الدجاج من جوج جوايه دابا غادي نطفي عليه وغادي نزيد عليه المقادير الاخرى. فغادي ناخذ العنب ديالي ونحاول نزلعو على الدجاج كامل، وكذلك الزيتون الاحمر. من بعد غادي نزيد عليه البصله اللي مشلطه ولا مقطعه شرائح رقيقه. من بعد غادي ندير عليهم الازير او اكليل الجبل، انا راني دقيته في المهراز شويه باش ما يبقاش هكاك عواد قاسحين، ما كيجيوش مزيانين في الماكله ديالهم. وغادي ندير من بعد ناقة الدجاج. هاد الطبق راه بالامكان ديالكم انكم ترافقوه سواء بالكينوا سواء بالروز، الروز الاسمر، سواء بغيتوا تاكلوه مع الخبز ماشي مشكل، غير هو خاصكم تزيدوا شويه في مرق الدجاج، لان انا درت هنا كميه قليله لان الكينوا ما كتشربش بزاف ديال المرق، فهاد الكميه اللي درت انا كافيه بالنسبه لهاد الطبق المرافق. الا غادي تاكلوه نتوما مع الخبز او مع شي حاجه اللي كتشرب المرق بزاف فزيدوا كميه مرق الدجاج اللي غادي ديروا مع قبل ما تدخلوه الفرن. انا هنا عطيتكم فكره ديال الطبق الرئيسي، والامكان ديالكم ترافقوها مع سلطات او مع شوربه ديال الخضر، يعني نتوما عندكم حريه الاختيار، خصوصا بالنسبه للناس اللي دايرين ريجيم او سواء حتى الناس اللي ما دايرينش الريجيم، فهذه اكله صحيه، يعني ماشي بالضروره الواحد يكون داير ريجيم باش ياكل هكذا. هاني دخلتو دابا الفران، غنخليه واحد 25 حتى 30 دقيقة، ومن بعد غادي نخرجو ونوريكم الطبق النهائي. الصراحة وبدون مجاملة هذا طبق من الأطباق المفضلة عندي، يعني صيبتو جوج مرات في أسبوع واحد. يعني المرة الأولى درتو بالكينوا، غادي تشوفو راه كاينين صور من المرة الثانية اللي درتو بالأرز الأسمر، يعني طبق رائع جدا.
نتمنى انكم تجربوه، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك، واللي مازال ما مشتركش يشترك ويضغط على الجرس، وخلوا لي التعاليق ديالكم باش تشجعوا القناة ونبقى دائما نجيب لكم الجديد. الى ان نلتقي في الفيديو المقبل ان شاء الله، نتمنى لكم اطيب الاوقات وفي امان الله. مع السلامة.